وردة والموسيقار حلمي بكر عملوا مع بعض شغل كتير، بس في ما بينهم حاجات مشتركة. وردة قالت لي أنا لا، لازم تسمعوها منها هي. حلمي بكر أنا اكتشفته فعلاً، هو بيقول ده في كل حتة وبحبه قوي، تربطني بيه صداقة يعني. أنا هو ملحن إنسان طيب ومش خبيث. دي مشكلته، مش خبيث ابدا، دي مشكلته بزعم. وانا بحب ده، وقبل كده كنت زي حلمي بكر كده، كل ما اعرفش يا ام رحمين يعني. على طول ده ابيض ابيض، ده اسود اسود، وبستغل عشان اقول له ما دريتوش. بليغ حمدي وورده قصه حب جميله جدا جدا جدا، انتجت اغاني جميله جدا، منهم حاجات كلنا عشنا وحبينا على أغاني بليغ حمدي ووردة. بس هو كان زوج شكله إيه؟ وكان بيعمل معها إيه؟ هنشوفه من وردة شخصية. بليغ عبقري يعني، ملحن وكمبوزيتور في يعني جينيس، جينيال يعني بالفرنساوي، جينيس بالإنجليزي. وإنما زوج فاشل جدا جدا جدا. وكان لازم اللي تبقى معاه تحبه قوي عشان تستحمل كل ده. يعني ما عندوش مواعيد. احضر الاكل 500 مره سخنه لحد ما خلاص. بعدين ما يقوليش يجيب معاه 10 انفار مثلا. الحمد لله ده البيت كان فيه خير يعني. وانا ست بيت. انما زوج فاشل ما في شكل. ما في شك انه زوج فاشل، لكن على قد ما ربنا خد منه في دي، حط له في الفن ما شاء الله. ما شاء الله مبدع، بيفهم انا عايزه جمله ايه، بيفهم ده. لك كان بياخد رايي في اغاني حليم الله يرحمه. قد ايه بليغ كان بيحب ورده. قبل ما يتوفى بليغ حمدي بعت لها غنوه جميله جدا اسمها بودعك. تعالوا نسمع بودعك من بليغ حمدي وورده. بودعك أسويتك. وردة وبليغ حبوا بعض، لكن ساعة الفرح بليغ عمل ايه في وردة؟ تعالوا نعرف من وردة عمل فيها ايه بليغ يوم الفرح. دي مواقف غريبة جدا بليغ بيعملها. مرة واحدة تلاقيه سافر راح هنا وراح جينا، يعني حاجات غريبة. يوم جوازنا سافر لبنان نسي انه هيتجوز. يوم الجواز. عمل ايه بقى؟ في احلى من كده؟ رجع وطبعا على ركبته في الارض كده، سامحيني. طب سامحيني في ايه بس استنى. طب انت فضحتني مع الناس يعني. كان بيجيب البدله هو من بيروت؟ ولا بيجيب بدله ولا في، لا. ده مع الزمن الناس يمكن غيرت ده واقلمت ده على انها قصه بدله. معقوله في واحد يسيب عروسته عشان يروح يجيب بدله؟ مش ممكن. طب ده موقف من الحاجات. انما ده انيل. عمل ايه بقى؟ لانه نسيني. ما هي دي انيل. يعني في دوامه بقول لك الستات بيحبوه. معقول احب تاني ازاي؟ بقولك مش معقول. حاجه جميله جدا احساس بليغ حمدي، عشان كده كل الناس اللي عرفته حبته، مش بس ورده. كان بيعمل ايه مع ورده؟ كل يوم الصبح يصحيها ببوكيه ورد، حتى وهو في الغربه كان بيصحيها ببوكيه ورد يوميا. ورده قالت لي لو بليغ حمدي شال الفلوس بتاعه الورد كان زمانه مات وهو مليونير. كل يوم لو بليغ يعني حوش المبالغ اللي صرفها عليا في الورد كان بقى بليغ مات مليونير. انما هو فنان، كل يوم ورد. بيصحي مراته بالورد كل يوم، كلمه تتقال في حقيقي يعني لذكرى. كان بيحبك قوي. وانا كمان كنت بحبه. اهيانا من الهنا، اهيانا خلاني مش انا، اهيانا اهيانا من الهنا، اهيانا خلاني مش انا، اهيانا
بقاش قلبي واحد، ما بقاش فكري شريد، ما بقاش قلبي واحد، ما بقاش فكري شريد، ما بقاش أصل الحب الجديد خلاني مش أنا. الناس زمان كانوا دايماً بيربطوا عبد الحليم ووردة في مشاكل جامدة جداً. أنا أول ما شفت وردة سألتها كان في مشاكل ما بينك وما بين عبد الحليم؟ ردت وردة وقالت لي تعالوا نشوف. عبد الحليم كنت بحبه لدرجة إن أنا بختار له البدلة اللي هيغني بيها. فعلا بخش في الدريسينج وطلع له يقول لي لا دي أوروبية، قلت له غير. فاكرة من غير قميص أنا اللي أقنعته سموكينج، وهنا مفيش لابس حاجة كده زي ما أنا لابسة، بس من غير دانتيل طبعا. فإزاي واحد في صراع ويعمل ده؟ كنت طب اختار له حاجة يبقى وحش فيها وما روحلوش خالص، أتعب نفسي ليه؟ جوزي بيشتغل معاك وخلاص ودمتم. لكن لا، كنت بتحبيه؟ بقول لك كان بيصحيني عشان أشاركه في ألحان حليم. حليم بالظبط، وأنا كنت بنده له حلومة. كان بيحب يغني لك حاجة هو؟ بنغني لبعض سوا. كنت بتغنوا لبعض ايه؟ مرة غنيت ولاد الحلال، اهي دي حاجة برضك ما بتعرفش. الغنوة اتحربت عشان كلمة ولاد الحلال. فجالي البيت كده ومسبل، خد بالك كويس قوي من حاجة. ايه يا وردة؟ من قلة الكلام اللي في السوق يعني بتغني عن نميمة؟ قلت له ده اللي بقوله لكم انتوا. هو. انما قلت له ايه فيها ايه؟ انما هي حقائق. قال لي ايوه. قلت له بقول لك ايه، مش احسن ما اغني حلو القمر حلو؟ رحت اطلع حلو. قال لي بس خلاص خلاص خلاص. فضيحه، انا فضيحه ما اصورش. ناس ما بتحبش راحتنا، ناس كل يوم قاعدين في بيتنا واطلعوا ويجيبوا في سيرتنا، كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا واطلعوا ويجيبوا في سيرتنا، كل يوم انا ليا مين غيرك وحايش لمين غيرك. سألت وردة في غنوة لأي حد من زمايلك أنت حبيتي تغنيها؟ ردت وردة وقالت لي غنوة واحدة بس، تعالوا نشوف الغنوة اسمها إيه. كان في غنوة بالصراحة، ما إني أنا ما تعاملتش كتير مع إلا في غنوة سلطان اسمها إيه خليكوا شاهدين، لأني كنت في الجزائر بعيدة عن الفن. كنت حابة تغنيها؟ حابة أغنيها. اتغاظت يومها والله. رغم إني ما بتعاملش مع، ما أعرفوش، أنا سبت الجزائر مكان دي. نسميها ايه، غيره فنيه؟ طبعا. مادام ما اذيتهاش دي مشروعه، مادام ما اذيتهاش في حاجه. بس حبيتي كنت تغني الغنوه طبعا. جميل منك. هيفرح سلطان قوي. لما يكون بليغ هو اللي بيلحن لورده وكمان جوزها وكانوا بيعملوا مع بعض اغاني كل مصر وكل العالم العربي حبيتها، صعب جدا ان ورده تشتغل مع حد تاني او تكمل مسيره فنيه ناجحه بعد بليغ. لكن ورده ما سكتتش، عملت اغاني جميله جدا مع صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي يا سيدي جه بعد ما بعد فتره بليغ، لما فضلت سنتين حاسه بالفقر يعني. قعدت بقى كده ما بتعمليش حاجه. قعدت متكرمشه في البيت طوية. قوقعة كده وجواها جواها إنسانة نجحت كتير ومش عايزة تقل عن النجاح ده. فأخويا مسعود تعرف على أخو صلاح شنوبي اللي هو فاروق. برضك يعني أحب على الماشي أقول إنه ملحن كويس قوي فاروق، إنما حظنا كان إن أنا أبتدي مع أخو ما صلاح. مسعود قال لي انا هجيب لك شاب اسمه صلاح شنوبي اسمعي منه، لانه حقيقي اخويا مسعود ده لما بيجي بيروح حتت بيقعدوا فيها الفنانين انا ما بخرجش. فكان مع عمر بطيشه، فضلنا ما شاء الله 3 ألبومات ناجحين مع بعض. ف
سمالي بداية بتونس بيك. سجلتها قلت له طيب شكرا خلاص ما تقابل، فات فترة لأني أنا من خلاص الانطواء عندي ابتدى يعمل عمايله. يا إما هغني حاجة صغيرة والناس تقول إيه ده، إيه القلبة اللي وردة بتقلبها من دي؟ الحاجات الكبيرة يا إما يكون عندي الشجاعة في إني في الحاجة الصغيرة دي مغامرة تكون جامدة، مغامرة وجامدة في نفس الوقت، لأنه كان في خفيف كتير. أنا مش بقول إني جبت الموضة بدل الخفيف، مش جبت الموضة، أنت طلعتي يعني بعد الحاجات دي عملتي حاجة جامدة جدا بتونس بيك وكسرت الدنيا. يعني مغامرة، أنت قلت الكلمة الصح، مغامرة. ونجحت معايا لأنه بيتهيألي ربنا يعني ما نجحتش نجاح عادي كمان. لما الفنان بيتعب في حاجة ويتردد فيها برضك التمن النجاح. لما الواحد بيعمل حاجة عشان تجيب فلوس عشان لا تمشي كده ككاسيتات، لا أنا عملتها كعمل. والغنوة دي بالذات يعني هم وراها كان جي نار الغيرة وحرمت أحبك. إنما بتونس بيك هي دي إيه شجعتك ابتدت تخش في الكلاسيكيات. لا أنا احنا بتكلم عن زمن دلوقتي. بتونس بيك ما بتعتبرش حاجة تافهة. أنا ما بنكرش إني قلت حاجات ما هيش تافهة لكن خفيفة زيادة عن اللزوم. بتونس بيك وإنت معايا. الفنان الكبير بينجح ليه؟ بينجح لعدة عوامل، منها إن هو بيخاف على شغله جدا جدا جدا. وردة أكتر واحدة كانت بتخاف على شغلها. تعالوا نعرف الكلام ده من وردة شخصيا. أنا بستنى منكم نتيجة الامتحان، لأن لحد سني ده بمتحن. همتحن معاكم بغنوة أنا ليا مين غيرك. أنا ليا مين غيرك؟ ها؟ أنا ليا مين غيرك؟ وحايش لي مين غيرك؟ ها؟ 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 أنت الحبيب لي أنا وأنت القريب مننا. كلميني بس جزء شوية عنها. الغنوة دي أولا لما جالي الملحن الشاب اللي بتنبأ له مستقبل كويس إن شاء الله يا رب، جالي أول غنوة سمعها لي دي. سمعلي بعد كده أغاني كتير كتير كتير، رجعت لي دي سمعلي تاني، قلت له هناخد من دول بس عاي مصر على دي، فيا رب يكون ربنا ما يكسفنيش بس وتعجب الناس. يعني انت عندك شك انها تعجب الناس دايما؟ انت شوف ما فيش حد بيشك في نجاحه قد الفنان. اللي يقول لك غير كده من رأيي انا يبقى مغرور، يبقى عيان. يعني بعد العمر الفني الجميل ده ما بقاش عندك بخاف اكتر. انا ليا مين غيرك وحايش لمين غيرك.